باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أحبائي، مع نبني البيت، مع نبني البيت بالتشجيع، تشجيع كل أحد لكل أحد. اتكلمنا المرة اللي فاتت نشجع في إيه ونشجع إمتى. في بداية حديثنا عن نشجع امتى، قلنا اول نقطة مع البدايات، هيمتحن اشجع، وقبل الامتحان هيبدأ دراسة اشجع، هيبدأ مشروع اشجع، هيبدأ في خطوبة او علاقة جديدة اشجع. واتكلمنا كمان ان في نقطة مهمة قوي تحتاج مننا تشجيع، وهي وقت الاخفاق. وقت الاخفاق انا ما جبتش مجموع كويس، نفضل شجع. وقت الإخفاق في أي مجال محتاج الأب يشجع بدل ما يعاتب وبدل ما يلوم. وذكرت لكم قصة ابن المبارك الذي اعتز به جدا، ابننا الدكتور باسم أمين. إزاي أول مرة لعب شطرنج في الكنيسة، الكنيسة خسرت بسببه، كان في ابتدائي. وازاي تاني مرة بتشجيع ابوه جاب له مدرب، وصل ان في تالت سنة اخد كل الكؤوس بتاع ابتدائي واعدادي وسنة وجامعة، والنهاية بقى بطل العرب وبطل افريقيا والتالت على مستوى العالم، وده بالتشجيع. انا الحقيقة دي قصة عشتها اول ما جيت طنطا، انما كمان في قصة قريتها. القصة دي أنا بتأثر بها أول حقيقة، قصة ديفيد. إيه حكاية ديفيد؟ التقاليد في المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية وتقليد عام خارج مصر بصفة عامة، إنه في عيد الأم أو ماذرز داي مش بس بيجيبوا هدايا للأم بالجسد، بيجيبوا للمشرفة على الفصل أو المدرسة بتاع الفصل. ففي يوم فتح الهدايا في المدرسة كل واحد جايب هديته، وهناك في الخارج يهتموا قوي بالتغليف الهدية. وبعدين يعني التقليد في الغرب غير عندنا شوية، لا يعني حتى في المناطق الرقية لازم ده يحصل، انك انت تفتح الهدية قدام مقدمها ولازم تشكره عليها وتظهر له انبهارك بيها وان دي حاجة عظيمة او متقدمة. القصة دي كانت في المدرسة مع ديفيد. كل واحد قدم هديته، المدرسة اول ما تفتح الهدية طبعا في فيونكة لطيف، شريط لطيف، ورق لطيف، غلاف لطيف، مجرد ان بتتقدم كله بقى مبسوط ومستني الهدية تفتح ويسقف. فصل كله بيسقف في كل واحد. عند ديفيد الهدية ملفوفة بشكل غير لائق، فمن البداية ظهر الوجوم في ملامح الفصل. وبعدين لما فتحت الهدية، الهدية عبارة عن إزازة بارفان مش كاملة، ناقصة يعني مستخدمة ورخيصة، وعقد كده بسيط قديم مستخدم بعد حباته ربما مكسور. طبعا حاجة ايه ما تسرش طبعا. تعليقات الاطفال ولا الطلبة في كانوا صغيرين هتبقى سلبية، تعمل ايه المدرسة الذكية؟ قالت لهم كلنا نشجع ديفيد، شكرا ديفيد. الفصل كله سقف لديفيد، طبعا ما قالتش باقي الهدايا كده. وعشان الست تعرف ترفع من معنويات ديفيد
تشجيع بالكلمة وبالتسقيف والتشجيع العملي أكتر. راحت واخدة نقطتين كده من البرفان اللي موجود وراحت لابسة العقد. تخيل انت لو الهدية دي لم تجد قبول لدى زمايله وعلقوا تعليقات سلبية، الواد ده كان هيبقى وضعه ايه؟ تعالوا شوف العكس حصل ايه. الولد ده تميز جدا في دراسته بسبب هذا التشجيع، بسبب هذه اللحظة الانتقالية في حياته. وبعدين طبعا ساب الفصل، ولما خلص الهاي سكول بعت لمدرسته يقول لها انا الحقيقة نجحت وجبت مجموع كذا وهدخل كلية الطب. وانقطعت علاقة التلميذ بمعلمته. بعدها فترة بعت لها جواب وقال لها أنا خلصت الطب وأنا داخل في مشروع جواز، ويوم جوازي هو اليوم الفلاني، وأنا ليا أمنية إنك أنت تحضري يوم الفرح بتاعي لأن أنت بمثابة أمي. وبدأ يحكي لها إن كانت أمه حنينة جدا وفجأة ماتت أمه، وكان أبوه قاسي فبدأ يعاني من غياب أمه، ولم يعوده عن غياب أمه إلا حنان وتشجيع مدرسته. وحكى لها يوم الهدية، قال لها أنا شعرت إن أنت أمي، وكان أغلى ما عندي الحاجات اللي لقيتها بعد موت أمي، العقد اللي كانت لابساه أمي والبرفان اللي كانت بتحط منه أمي، فحسيت إن دي أعظم هدية أديها اللي بتقوم بدور أمي في هديتك العقد والبرفان، ومش هنسالك تشجيعك اللي قدمته لي اللي كان بالنسبة لي قوة دفعة. أنت أمي وبطلبك من فضلك احضري فرح ابنك يوم الفلاني في المكان الفلاني. التشجيع، تخيلوا عكسه ان وجد. كان تشجيع المدرسة هو الطاقة الإيجابية الجبارة اللي نقلت ديفيد إلى هذا التميز وإلى هذا التفوق. وكان التشجيع وقت الإخفاق أقل هدية من جهة الشكل ومن جهة الجوهر، إنما كان أكبر قلب، قلب المدرسة المشجعة. حبيبي شجع، شجع القليل زي ما هتشجع الكبير، شجع الصغير، شجع على البسيط، شجع على أي شيء إيجابي، وشجع حتى وقت الإخفاق وعدم النجاح. برضو نشجع وقت الوعود. يعني إيه وقت الوعود؟ هنا واحد مثلا في عنده عادة مش كويسة، ومراته تقول له لازم تبطل السجاير، فبيوعد يبطل السجاير. الولد بيتصرف تصرفات مش كويسة ايا كان، مش عايز اخش في تفاصيل، وكل مرة بيوعد. انما الام بقت لا، او الزوجة قالت لا، انا النبادي هركز قوي مدام بيوعد، ولو انها المرة العشرة العيب في انا، ببصله بالذراع انك بتوعد وما بتنفذش، انا النهاردة هشجع. وهو بيوعدني كده هشجع، وايدي بايده واقف معاه واسنده عشان يخرج بالوعد ده الى حيز التنفيذ. وهنا مش هبص على الماضي بتاعه انك وعدت كتير وما نفذتش، لا، انا هبص على المستقبل وركز على المستقبل. وزي ما الكتاب بيقول لي كده، اذا انا انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. ما تبصش على سلبيات الماضي، ركز على ايجابيات المستقبل، وركز على وعده ده وشجعه عليه ان انت ممكن تنقله نقلة ايجابية جدا. النقطة الثالثة، احنا قلنا نشجع على ايه ونشجع امتى. النقطة الثالثة، نشجع ازاي؟ ايه اسلوب التشجيع؟ مفيش شك اسهل واسرع هو التشجيع بالكلام، الكلام الايجابي.
ما تستخدمش اي كلام سلبي، ما اقولش يعني ربنا معاك وتبقى كويس لانك انت ما بتذاكرش كويس. ايه لازمتها الكلمه اللي بوظت الدنيا دي؟ يعني ده السيد المسيح لما اتكلم المراه السامريه قال لها ايه؟ حسنا قلت هذا، قلت بالصدق، تشجيع. والمراه اللي ممسكه في ذات الفعل بعد ما خلصت من الناس اللي عاوزين يرجموها بص لها كده، اما دانك احد ولا انا ايضا ادينك، اذهبي ولا تخطئي. عايز اقول لك كلمه اذهبي ولا تخطئي دي كانت بمثابه كلمه تشجيع، بيديها ثقه في النفس انها مش هتغلط تاني. حبيبي من فضلك استخدم الكلام الايجابي وانت قادر تغير اللي قدامك وتشجع اللي قدامك وتطور اللي قدامك وتدي قوه دافعه للي قدامك بكلام التشجيع. تعال نشوف يعني ايه بالكلام الايجابي. الراجل عيان ومش منتظم على الدواء، انت مش بتاخد الدواء كده انت هتموت. طب ليه كده بس؟ بتدوري على كلام بديل يعني. اما اقول له انا متاكده انك بنعمه ربنا هتخف بس التزم في الدواء، تفرق. متاكده انك هتخف بنعمه ربنا غير انك خد الدواء احسن هتموت. واحد تاني يقول لمراته انت شكلك بقى وحش قوي كده، انت مش مهتميه بنفسك ولا وزنك زاد، ده احباط يا راجل وده تشجيع. واحد تاني يقول لها انا بحبك اشوفك اجمل واحده في الدنيا واحسن واحده في الدنيا، عشان كده انا معاك ان احنا الاثنين الوزن يخس. بيشجع بكلام ايجابي، ده اللي نقدر اعمله. واحد تاني ابنه ما بيذاكرش يقول له يا ابني انت ما بتذاكرش وهتسقط. يا حبيبي استخدم الكلام الايجابي، قول له انا متاكد من قدراتك اعلى من اي انسان تاني، وانا متاكد بقليل من المذاكره وتنظيم الوقت انت هتطلع من الاوائل. شجعته. من فضلك حبيبي شجع بالكلام، شجع بالكلام الامور هتبقى افضل. شجع بالمشاركه. انا هقول لكم تجربه خاصه الحقيقه، تجربه خاصه لما كنت طالب في كليه علوم في طنطا هنا. كنت عايش مع جدتي هنا في طنطا، والده والدتي، وكان كليه علوم في ذلك الوقت دكاتره بيجوا لها من جامعات تانية وكانت لسه جديده، وعدم تنظيم في مواعيد الدراسه، تلاقي كم محاضره الصبح ومعمل اخر النهار الوقت متاخر. الارتباك في المواعيد ده وعدم الانتظام بيؤدي الى جهد مبذول بلا داعي وزياده، بتبقى في حاله من الارهاق للطالب. كنت برجع ولازم اذاكر، ما اقدرش اجل حاجه من امبارح لبكره، ما اقدرش. كنت ابقى انا وجدتي فقط في البيت. فالشيء اللي انا ما انساهوش ابدا لجدتي ان انا قاعد في الاوضه دي في المذاكره، وهي تبقى سهرانه طول الليل في الاوضه اللي في الاخر دي مع الانجيل، وما انساش حتى مع ايه؟ مع مجله مرقص، مش ناسي القصه. لدرجه انها ممكن تقرا المجله بتاع الشهر مره واثنين وثلاثه، هي بتحاول تسهر نفسها باي حاجه عشان تسهر معايا، عشان وانا بذاكر تشجعني على المزيد من السهر رغم التعب. اذا هنا مشاركه عمليه. عشان كده حبيبي انت عاوز تشجع ابنك على المذاكره، اسهر مع انجيلك، اسهر مع كتاب روحي. وقلت انجيل ما قلتش كتاب روحي. ما قلتلكش ان انت في الاوضه التانيه فاتح التلفزيون باعلى صوت وطول ما انا سهران علشانه، والصوت اللي بتشوش عليه ده هو عمال يتابع المسلسل ولا الفيلم اللي انت بتتفرج عليه بالصوت اللي انت بتتابعه بالصوت بالصوره. لا يا حبيبي، شجعه بنفس المجال هو بيقرا انت بتقرا، عشان زي الزوجه اللي تشجع زوجها بالاكل الصحي عشان هو يقدر يعمل دايت ويقدر ينزل في الوزن، هي كمان قلت خلاص كلنا هناكل اكل كده. هو عنده مشكله في السكر فعاوز نظام اكل معين، هو عنده ارتفاع في ضغط الدم فعاوز الاكل يبقى ما فيهوش املاح وما فيهوش وما فيهوش، انا هاكل اكله، اشجعه. لما يلاقيني وانا مش عيان باكل اكله، ياه
بطاقة إيجابية كبيرة جدا تخليني إن أنا أبقى سعيدة إن أنا أشاركه في هذا المجال، وهو سعيد إنه يهتم ويكمل مسيرته. يعني مطلوب منه يعمل رياضة، فتقوم الزوجة تقول له إحنا هنمشي سوا، ويجيبوا مثلا مكنة بتاعت مشي في البيت، هي تمشي شوية لقيته ما مشيش النهاردة تمشي علشان يشوفها يوم يجي، أو مشتركين في النادي نروح سوا النادي نمشي أي وسيلة. المشاركة كنوع من التشجيع، والكلام كنوع من التشجيع. المرة القادمة نبني معا البيت، ولكن من خلال الكلام اللين. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدور.